أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله نتكلم عن بطاقات ميزة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، ونعرف مع بعض أهم مميزاتها وإزاي نتعامل معها، ونشوف مع بعض إن شاء الله أهم التفاصيل. أول حاجة، لقد قررت الحكومة إنها تحول جميع المرتبات للعاملين بالدولة إلى بطاقة الدفع المطورة المعروفة باسم كروت ميزة المؤمنة. هي طبعا الكروت مزودة بشرائح ذكية لا تلامسية، وهنشرح مع بعض التفاصيل، واللي بتتيح خدمة سحب نقدي وإيداع وتحويل من مكان الـ ATM، وهنعرف مع بعض كل حاجة إن شاء الله في الفيديو. كذلك برضو ممكن الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت أو نقاط البيع الإلكترونية اللي هي POS، وكذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي. يعني زي ما نشوف مع بعض كده، ممكن إن احنا ندفع بيها أي حاجة حكومية زي الكهرباء زي المية. طبعا حاليا بيتم صرف البطاقة للعاملين بالدولة، لكن البطاقات اللي بيستخدمها العاملين حاليا في البنوك المختلفة للحصول على الرواتب بتاعتهم مش هتقف إلا بعد ما يكون بطاقات ميزة جاهزة للعمل. يعني عملية هتتم باستمرار بحيث إن دي تقف، دي تشتغل على طول. بتعتبر بطاقة ميزة بطاقة متطورة تكنولوجية، وهي طبعا تبع شركة ميزة العالمية، وبتقدم جميع مزايا كتير للعاملين في الدولة. من ضمن هذه المزايا مثلا الراتب المقدم لبطاقات المرتبات، ودي بتبقى حوالي 30% من قيمة الراتب ممكن الموظف يحصل عليه قبل ما يجي ميعاد القبض بتاعه. وفي خدمة مجانية لمدة 6 شهور، إن الخدمة دي اللي هي الراتب المقدم دي بتكون بدون فوائد لمدة 6 شهور. أما بعد 6 شهور هيكون عليها فوائد تقريبا تبقى حوالي 1.25%، وطبعا قابلة للزيادة. لكن في شرط طبعا بالنسبة للراتب المقدم أو تلت الراتب أو 30% من الراتب، في شرط إن لازم الاستخدام يكون مشتريات فقط. يعني ما أقدرش آخد تلت الراتب مقدم فلوس، لكن ممكن اشتري بيه مشتريات من اي مكان يكون فيه طبعا مكنة بتستخدم فيزا. ممكن كمان برضو ان الراتب اللي انا خدته مقدما عن طريق مشتريات ده هيتخصم من اول راتب او اول مبلغ هيتحط في حساب كارت ميزة الجاي. ايه الهدف بقى من كارت ميزة؟ طبعا اول حاجة تقليل المعاملات النقدية او الكاش. يعني هو فيه طبعا دي المفروض انها توفر على الدولة عملية طباعة الاوراق المالية، وتتحول طبعا المعاملات الى معاملات رقمية، فدي طبعا بتبقى مهمة جدا للدولة. في نفس الوقت برضو زي ما احنا قلنا ان الفيزا دي ممكن تفيدنا احنا في الايداع والسحب، و هي فيزا لا تلامسية زي ما هنشوف مع بعض التفاصيل. ايه هي بقى التفاصيل واحدة واحدة كده مع بعض عشان نفهم ايه اللي ممكن نستفيد بيه من كارت ميزة. اول حاجة ان البطاقة دي زي ما قلنا ممكن تديني تلت المرتب مقدم قبل حلول الشهر الجديد حال احتياجه، بشرط انه يتم صرفه زي ما قلنا مشتريات ودون سحب نقدي طبعا. يعني حوالي 30% ممكن اشتري بيهم لو انا طبعا ظروفي المالية لا تسمح ان انا بدل ما استلف من حد او بدل ما احتاج فلوس من حد ممكن اروح اشتري احتياجاتي من اي مكان، طبعا في مكنة ATM او مكنة سحب. طبعا الكلام ده طبعا هي ميزة كويسة، لكن طبعا ما ننساش ان اول مرتب هيجي هتكون عملية الخصم طبعا المبلغ اللي انا سحبته. زي ما قلنا في فترة 6 شهور دي بتبقى بدون فوائد، لكن بعد كده بيبقى عليها فايدة زي ما قلنا هي حاليا 1.25%، لكن طبعا هتزيد احتمال كبير. يعني يمكن للموظف برضو كذلك سداد المستحقات الحكومية من خلال ماكينات نقاط البيع الحكومية. يعني ممكن ادفع نور ادفع مية ادفع كهرباء، كل ده من خلال كارت ميزة الجديد.
برضو ممكن اشتري بيه من خلال الانترنت، من على المواقع الانترنت المعروفة طبعا، بشتري اللي انا عايزه برضو من خلال هذا الكارت. برضو كذلك ممكن اربط بين الحسابات البنكية، يعني لو عندي حساب توفير ممكن طبعا اعمل عملية تحويل ما بين حساب ميزة وحساب التوفير، لان طبعا حساب ميزة وحساب جاري ومعلوش فوائد، فطبعا لو انا هسيب فيه مبالغ مالية انا مش هاخد عليها فوائد، لكن طبعا ممكن اعمل ربط ما بينه وبين حساب توفير، بحيث بدل ما اسيب اموال في كارت ميزة بدون فوائد لا احولها الى حساب توفير واستفيد بالفوائد الموجودة في حساب التوفير. في خدمة هنا اسمها خدمة الرسائل على الموبايل، ودي اللي هي يعني يعرفني السحب والإيداع والتحركات المالية من خلال رسالة، ودي ما بتشترطش ان يكون معايا موبايل حديث، يعني هي رسالة عادية، لكن طبعا هذه الرسالة حاليا ب25 قرش طبعا يعني بفلوس، ودي من ضمن الحاجات اللي هي بيبقى عليها رسوم، فعشان نبقى عارفين وناخد بالنا طبعا، لان لو الرسائل كترت طبعا بتبدأ تجمل معانا مبالغ مالية، يبقى انا في عندي حاجات بفلوس وفي عندي خدمات مجانية. برضو كذلك زي ما قلنا ممكن اسحب من اي مكنة ATM بحيث ان انا اخد فلوس طبعا اللي هي سواء الراتب او اي فلوس انا سايبها في بطاقة ميزة اللي هي طبعا هيبقى ليها حساب. البطاقة دي طبعا ذات شريحة ذكية، وده بيعمل عملية أمان تام لحامل هذه البطاقة. كذلك برضو هنلاقي البطاقة هي من نوع البطاقات اللا تلامسية. طيب نفهم بقى يعني ايه بطاقة لا تلامسية. كل العملية انا طبعا كنت الاول بحط الكارت في المكنة عشان المكنة تبدأ تتعامل معايا وتطلب الباسورد، لا ممكن انا دلوقتي ما احطش الكارت في المكنة، انا كل العملية ان انا هقربه من المكنة في مكان مخصص، هو هيشعر بالمكنة على طول وبيبدأ على طول يشتغل، وبكده يبقى الكارت مهمته انتهت، احطه في جيبي وابدأ اتعامل مع المكنة خلاص. طبعا دي بقت ميزة كويسة في حاجات زي مثلا ان المكنة كانت ممكن تسحب الكارت وتعمل لي مشكلة، خصوصا لنا لو في مكان بعيد عن البيت ساعات بيحصل دروب في المكنة او ادخل باسورد غلط او حاجة زي كده، لا كده انا الكارت معايا وكل عملية بقربه من المكان المخصص وبتبدأ تتعامل بدون إيداع الكارت داخل المكنة، ودي ميزة كويسة طبعا جدا جدا. وممكن طبعا مش في المكنة الاي تي ام بس، حتى في التعامل في المشتريات ممكن برضو اقربها بس من مكنة المشتريات. طبعا المفروض ان البطاقة دي سارية لمدة 5 سنوات، وبعد كده ببدأ اجيب واحدة غيرها، دي حاليا طبعا، وممكن طبعا المدة قابلة للتجديد. حاليا الدولة سارية في عملية تسليم هذه البطاقات، واحتمال طبعا المفروض انها تنتهي في 2021 او نهاية العام، بحيث ان كل الموظفين يبدأوا يتعاملوا بكارت الميزة. طبعا زي ما قلنا الكارت الميزة هيقلل التعامل المالي، ان انا هشتري مش هشيل فلوس، هشتري بالكارت من سوبر ماركت او من هايبر او غيره، فده هيقلل عملية طباعة الاموال زي ما قلنا، ودي بقى نسبتها حوالي 25%، فهتوفر على الدولة طبعا رسوم طباعة كتير جدا. حاجة كمان برضو في موبايل ابليكيشن ده بينزل على الموبايل، بحيث ان انا اعرف اتعامل برضو عملية تحويل او عملية شراء او اي عملية من خلال الموبايل ابليكيشن، وده بينزل من على موقع جوجل بلاي، في طبعا سواء اذا كان للاندرويد او للايفون، فكل دي المميزات اللي ممكن نحصل عليها من خلال بطاقة ميزة. اتمنى ان نكون قدرت اوضح لكم ازاي نتعامل مع بطاقة ميزة وازاي نستفيد اقصى استفادة منها، ونعرف برضو الحاجات اللي عليها رسوم عشان برضو نبقى عارفين ايه اللي عليه رسوم وايه اللي مش عليه رسوم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.